كسبتي بقى كلاعبه، انت كسبتي القاب كتير جدا سواء على المستوى العربي او المستوى الافريقي. ايه اكتر لقب بتحبيه فيهم؟ اخدته يعني اكيد صح. احسن لعيبه في افريقيا دي حاجه كبيره قوي يعني، عشان ناس كتير في افريقيا عامه في فرق جامده كتير وفي لعيبه كويسه قوي، فان انا ابقى يعني اخدت الكاس ده كذا مره اكيد حاجه تبسطني يعني.